بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تم استخراج قطو. يعطيك العافية أستاذ سليمان. هذا القطو يقول صار لها أسبوع داخل بالوعة. خلنا نعطيها ماية أو شيء. دير بالك لا تعضك. الحمد لله. يا سبعة ثمان أيام دي. يعطيكم العافية. هذا البطل نزل داخل بالوعة. يقول لك صار لي أسبوع أوكلها. ها؟ الله يعطيك العافية وفي ميزان أعمالك إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. ايش كذا صار لها القطو جوا؟ ممكن سبعة أيام قسما بالله. الحمد لله طلعناها. فضلكم أنتم والله العظيم. الله يرحم والديك. أنتم فضلك أنتم. ما شاء الله عليك. الله يبارك. الحمد لله. الله يعطيك العافية مشكور. سليمان طلعت؟ أيوة طلعت. يعطيك العافية. أنت تطلع شلون ما تطلع. قواك الله. قواك الله. ميزان أعمالك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. هذه سبحنا القطوة. سليمان شلون الشعور؟ شعور راحة طبعا. انقذت حيوان طبعا. الحمد لله. الله يعطيك العافية في ميزان أعمالك. احنا ننقذ بشر نستانس مو ولك حيوان طبعا. والله العظيم الحمد لله بهيمة يعني. الحمد لله على كل حال. كل شيء بعتوه فضل لرب العالمين ثم الاهتمام الناس اللي كانت معانا وساعدونا. تطلع 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 يعني تطلع ان شاء الله. الحمد لله طلعت.